مع بداية القرن الثامن عشر كانت إنجلترا منغمسة في حربين طاحنتين، الأولى في أوروبا ضد فرنسا وحلفائها فيما عرف بحرب الخلافة الأسبانية، والثانية ضد فرنسا وأسبانيا للسيطرة على المستعمرات الأمريكية. كانت النفقات العسكرية تأخذ الجانب الأكبر من الميزانية، مما جعل فئة كبيرة من الشعب تعيش في حالة فقر شديد، دفع أفرادها لانتهان النشل واللصوصية وقطع الطرق. أبي، أريد المغادرة إلى لندن. ولماذا تريد المغادرة إلى لندن؟ للبحث عن عمل. وماذا ستعمل في لندن وأنت لم تنهي دراستك بعد؟ لقد تعلمت القراءة والكتابة وبعض العمليات الحسابية وهذا يكفيني. لا، القراءة والكتابة لا يكفيان، عليك إتمام دراستك وافعل بعدها ما تشاء. أبي، لا أريد أن يضيع عمري على مقاعد الدراسة، أريد أن أعيش حياتي وأبني مستقبلي. لن تعيش حياتك بالجهل وعدم العلم، ومعرفتك للقراءة والكتابة لن تفيدانك بشيء إن لم... أرجوك يا أبي، لقد اتخذت قراري ولن أتراجع عنه، سأذهب إلى لندن. سينفطر قلب أمك عندما تعلم أنك تنوي ترك المدرسة قبل أن تنهي تعليمك. لذلك أترك الأمر لك لتخبرها، سأغادر في الصباح. دون أن تودعها؟ أخبرتها أني سأغادر لبضعة أيام في رحلة تابعة للمدرسة، لذلك لن تفاجئ عندما تخبرها بالحقيقة. بل ستفاجأ يا بني، ستفاجأ وتبكي لأن تتقرح عيناها. غادر الشاب القاسي القلب إلى لندن دون أن يلقي التحية على أمه. عند وصوله إلى لندن أوقعه حسن الحظ على رجل رق له وعرض عليه المساعدة. لقد أخطأت يا بني، كان عليك أن تستمع لنصيحة أبيك وتنهي تعليمك كما وأخطأت عند مغادرتك دون أن تلقي التحية على أمك. أعرف أني أخطأت في حق أمي، لكني لم أخطئ في ترك الدراسة، لأني كنت أعرف أني لن أفلح فيها. لماذا؟ فأنت ما زلت صغيرا ويبدو عليك أنك ذكي. لهذا السبب جئت إلى لندن لأجرب ذكائي في كسب عيشي وبناء مستقبلي. يبدو أن دعوات أمك قد استجيبت وألقاك حسن حظك في طريقي. ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ أعني أني أعمل في قصر الدوقة في سان جيمس، وهي بالمناسبة امرأة طيبة وبحاجة لشاب يعمل لديها كاتبا. وما هو العمل الذي يقوم به الكاتب بالتحديد؟ قراءة الرسائل وكتابتها والقيام ببعض الأعمال الحسابية لنفقاتها الشهرية. وأنا لا أعرف غير القراءة والكتابة وبعض الأعمال الحسابية. أرجوك يا سيدي، متى ستأخذني إليها؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك. ليس بهذه السرعة يا بني، سأخبرها غدا بأمرك وإن وافقت سآخذك لمقابلتها.
في اليوم التالي أخبره الرجل أن الدوقة قد وافقت على استقباله، وعليه أن يتجهز للذهاب معه في اليوم التالي. ما اسمك أيها الشاب؟ ريتشارد، ريتشارد يا سيدتي، وينادونني ديك. كم عمرك؟ 19 عاما، وأنا على وشك أن أدخل 20. أخبرني راسل أنك تعرف القراءة والكتابة والحساب. نعم 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 يا سيدتي، وأنا ماهر فيها جميعا. ما دمت ماهرا فيها جميعا، فلماذا لم تكمل دراستك؟ ضيق الحال يا سيدتي، ضيق الحال، فأبي فقير ولا يستطيع الإنفاق على دراستي، لذلك جئت إلى لندن بحثا عن عمل لأساعد عائلتي. رغم صغر سنك إلا أن غايتك نبيلة أيها الشاب. نعم نعم، شكرا لك. باستطاعتك أن تبدأ العمل من الغد. راسل، سيدتي الدوقة، خذه إلى تاجر الأقمشة الذي نتعامل معه لتفصيل بدلتين مناسبتين. وما تأمرين يا سيدتي الدوقة؟ باستطاعتكم الذهاب. شكرا لك. هيا. وفق أوامر الدوقة ذهب به راسل إلى متجر الأقمشة. راسل أيها العجوز، كيف أنت؟ هل أنت كف عن ندائي بالعجوز أيها المرابي الجشع؟ لكنني لست مرابيا، وإنما تاجر أقمشة. من الشاب الوسيم الذي معك؟ هذا إنه الموظف الجديد لسيدة الدوقة. وماذا يعمل للسيدة الدوقة؟ ليس من شأنك ماذا يعمل. عملك هو أن تختار له قطعتي قماش لتفصيلهما بدلتين مناسبتين لعمله ككاتب. ها أنت قد عرفت ماذا يعمل. حسنا، سأختار له أفضل ما عندي من قماش على أن تذهب إلى الخياط الذي سأقول لك عنه، وإذا ذهبت إلى غيره فسوف أشكوك للسيدة الدوقة. تعال هذه الناحية لأخذ قياساتك. مع وسامته وهندامه الأنيق بدا وكأنه أحد أبناء الطبقة الأرستقراطية، مما جعل صديقات الدوقة يحسبن أنه أحد أقربائها. جيد، ها هو توقيعي. إنه جميل جدا يا سيدتي. ولا تنسى أن ترسلها غدا صباحا. كما تأمرين يا سيدتي. ما أخبر عائلتك يا داك؟ إنهم بخير يا سيدة الدوقة. هل ترسل لهم مبلغا من راتبك؟ إني أرسل لهم نصفه يا سيدة الدوقة. يا لك من ابن بار. مارغريت، سيدة الدوقة، ناوليني كيس نقودي. ها هو يا سيدتي. خذ. ما هذا يا سيدتي؟ هذه 5 جنيهات، أرسلها لوالدتك ومع تحياتي. لا أعرف كيف أشكرك يا سيدتي الدوقة، فكرمك وحسن. لا تشكرني أيها الشاب، لا تشكرني، فأنا أحترمك لاحترامك لأمك. خمس جنيهات إضافية، مبلغ محترم يستحق الاحتفال مع أصدقاء السوق.
إذن فقد أعطتك 5 جنيهات دون مناسبة. هذه ليست المرة الأولى، فهي امرأة طيبة. وإلى متى ستبقى عبدا لإحسانها؟ ماذا تعني أيها أعني أنك تقوم بأعمال كثيرة مقابل مبلغ زهيد لا يكفي لوجبة عشاء. يا لك من ناكر للجميل، فأنت تأكل على حسابي 3 مرات في الأسبوع. لو أن لدينا عملا لما انتظرناك لتطعمنا. إذن ابحث عن عمل. إذن هيا ابحث عن عمل. لماذا نبحث عن عمل وأنت تعمل بالنيابة عنا؟ ديك، أنت ذكي وشجاع، عليك أن تجد عملا أفضل من هذا. وأين هو هذا العمل الأفضل؟ ها؟ ما عليك إلا أن تبحث، ابحث عنه وستجده. لا 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 لا، أنا بخير هكذا، أعمل لدى السيدة الدوقة وأقبض راتبي في نهاية كل شهر. أنا بخير. لكننا لسنا بخير، فأنت تنفق راتبك على الطعام والشراب ولا يتبقى معك ما يكفي لشراء ثياب. وما حاجتي لشراء الثياب والدوقة تتكفل بشرائها لي؟ إنه لا يعنيك أنت. إن لم يكن يعنيني فمن يعني إذن؟ إنه يعنينا نحن. انظر إلى ثيابنا القديمة المهترئة، إننا بحاجة لثياب جديدة. يا لكم من متشردين، وهل أنا ولي أمركم لأشتري لكم ثيابا جديدة؟ إن لم تكن أنت ولي أمرنا فمن يكون؟ كان راضيا بعمله وبالراتب الذي يقبضه في نهاية كل شهر، كما كان راضيا بعطف الدوقة وكرمها وحسن معاملتها. لكن وسوسة أصدقاء السوء جعلته يغير نظرته وطريقة عيشه التي قادته فيما بعد إلى المشنقة. إن لم تكن أنت هو لي أمرنا فمن يكون؟ ديك، ألم تقل لنا إن المرأة التي تعمل عندها ثرية؟ إنها ليست امرأة وإنما هي دوقة، كما وأنها ثرية جدا جدا جدا. وهل تسمح لك أن تتجول في القصر بحرية؟ طبعا، فهي تثق بي وتعاملني باحترام. ما دامت تثق بك وتعاملك باحترام فهي لم تشك بك. ماذا تعني؟ أعني لو أنك حملت تحفة من تحف القصر وخرجت بها لن يشك بك أحد، أليس كذلك؟ هل تريد مني أن أسرق؟ لا، إنها ليست سرقة ديك. ما دامت المرأة ثرية فلن تحزن لفقدان تحفة من تحف القصر. نعم، وأنتم سفلة. نعم، أنت واحد وأنت سفلة. تريدون مني أن أسرق المرأة التي آوتني وعاملتني كما تعامل الأم ابنها؟ لا، أنتم أوغاد. لا أريد أن أراكم بعد اليوم. هيا ديك، تعال ديك، لا تغضب، كنا نمازحك. أترك، سيفكر بما قلناه عندما يفيق من سكره. عملت به الوسوسة عملها فلم يعد كما كان. بدأ ينظر إلى أهل القصر نظرة مختلفة ويحسدهم على ما هم فيه. اشتدت عليه الوسوسة إلى أن بدأ يقارن نفسه بهم،
ولماذا لا يكون مثلهم أو أفضل منهم؟ مارغريت، مارغريت. سيدتي الدوقة، أطلبي من ديك ليأتي إلي، فلدي بعض الرسائل لكتابتها. إنه غير موجود يا سيدتي الدوقة. ماذا تعنين أنه غير موجود؟ أعني أنه لم يأتي إلى القصر منذ أكثر من أسبوع يا سيدتي. لم يأتي منذ أكثر من أسبوع؟ ولماذا لم تخبروني؟ لأنك يا سيدتي كنت في زيارة للقصر الملكي ولم تعودي إلا بالأمس. وهل سألتم عنه؟ ربما كان مريضا أو تعرض لحادث ما. لقد ترك مسكنه يا سيدتي ولا نعرف إلى أين ذهب. أرسلي إلى البارون، فهو الذي قدمه إلي، ولا بد أنه يعرف أين هو. بأمرك يا سيدتي. ذهب ديك إلى الرجل الذي كان سبباً بتقديمه إلى الدوقة وعمله في قصرها، ليخبره بعزمه على ترك العمل في القصر. ماذا تقول؟ تريد أن تترك العمل في القصر؟ لماذا؟ لأني مللت يا سيدي البارون، مللت وتعبت. ها؟ مللت وتعبت من ماذا؟ من كل شيء، من كل شيء يا سيدي، من كل شيء. لا تتسرع يا بني وراجع نفسك. لا، لن أراجع نفسي، لقد اتخذت قراري ولن أتراجع عنه. وماذا أقول للدوقة التي وثقت بك وعملتك كابنها؟ قل لها إني أحترمها وأقدرها، لهذا يجب أن أترك القصر. آه، غريب أمرك يا فتى، تترك العمل في القصر لأنك تحترمها وتقدرها؟ هذا عذر لم أسمع به من قبل. بكل أسف لا يوجد عندي غيره، عن إذنك يا سيدي. قل لي إلى أين ستذهب وماذا ستعمل؟ لا أدري، صدقني يا سيدي، لا أدري إلى أين سأذهب، لكنك ستسمع عني، تأكد أنك ستسمع عني، عن إذنك يا سيدي. ترك العمل في القصر حتى لا يسيء للمرأة التي أكرمته، ليجد نفسه بلا عمل أو مال. بعد مدة لم يجد في جيبه ما يشتري به طعاما لنفسه، فقرر أن يستعمل ذكاءه للحصول على المال، وكانت هذه بداية الطريق إلى المشنقة. أهلا بك يا ديك، لم نرك منذ مدة. أشغال، أشغال يا سيدي، أشغال. لابد وأن السيدة الدوقة تثقل عليك بالعمل. أنت تعرف أنها تثق بي كثيرا. لا أنكر أني سعيد بهذه الثقة، لكنها تحملني كما قلت الكثير من المسؤوليات. أنت ما زلت صغيرا يا بني، وهذه الثقة والمسؤوليات ستعطيك الخبرة والسمعة الحسنة لتكوين مستقبلك. كيف أستطيع أن أخدمك؟ في الحقيقة يا سيدي، الخدمة ليست لي وإنما للسيدة الدوقة. وما الذي تأمر به السيدة الدوقة؟ في الحقيقة أنها تنوي إقامة حفلة كبيرة بعد حوالي شهرين، ستدعو إليها الكثير من الأمراء والسادة في البلاد، وربما تكون الملكة آن من ضمن المدعوين. أنت تعرف، ما دامت الملكة آن من ضمن المدعوين فهي حفلة كبيرة بالفعل. لم أقل إن الملكة ستأتي بالفعل، وإنما
ربما، قلت ربما تأتي. نعم. فهمت فهمت. لكن مجرد الإعلان عن احتمالية حضورها سيعطي الحفلة رونقا آخر. وما الذي تأمرني به السيدة الدوقة؟ تريد السيدة الدوقة أن تبدو في أبهى منظر أمام الملكة والأميرات ونساء الطبقة الأرستقراطية في البلاد. هذا على فرض أن الملكة ستحضر الحفلة. فهمت فهمت. ما الذي تريده السيدة الدوقة؟ تريد السيدة الدوقة أن تبدو في أبهى منظر كما سبق وقلت، لذلك تريد تشكيلة من أثمن الأقمشة وأجملها لتخيط منها ثوبا مميزا للحفلة. إن الأقمشة التي في متجري لن تجد لها مثيلا في أي متجر من متاجر لندن. انتظر لحظة. جيمي جيمي سيدي. تعال يا بني وساعدني بانتقاء أفضل ما لدينا من أقمشة. بأمرك يا سيدي. وانشغل التاجر مع مساعده بانتقاء أفخر الأقمشة وأغلاها ثمنا. ها هي الرزمة جاهزة يا بني. جيد، ماذا تريدني أن أفعل بها؟ تأخذها وتريها للسيدة الدوقة لتختار منها ما تشاء. وكم يبلغ ثمن ما في هذه الرزمة؟ حوالي 200 جنيه. هذا مبلغ كبير، وأخشى أن يحدث حادث في الطريق، وأنت تعرف ما أعني يا سيدي. أنت شاب أمين وصادق يا ديك. لا بأس لا بأس، سأرسل معك جيمي وعاملا يحمل الرزمة لتختار الدوقة منها ما تشاء ويرجعان بالباقي. مع أني لست خبيرا بالأقمشة، لكن جمال ما في هذه الرزمة قد يجعل الدوقة تحتفظ بها جميعا. سيكون هذا من حسن حظنا. جيمي سيدي، خذ معك تشارلز ليحمل الرزمة إلى قصر الدوقة لتختار منها ما تشاء وترجعان بالباقي. بأمرك يا سيدي. جيمي تفضل، هذه هي الفاتورة وفيها سعر كل قطعة على حدة. اقبض ثمن القطعة التي ستختارها الدوقة وكن حريصا، فالرزمة التي تحملانها تساوي ثروة. جيمي اسمعني جيدا، إن السيدة الدوقة زبونة مهمة، بل من أفضل زبائننا، فاحرص على كسب رضاها. وإذا اختارت قطعة من الأقمشة أو أكثر وقالت إنها سترسل الثمن فيما بعد، فلا تماطل لأني أثق بها. ها، ما دمتما جاهزان فلنذهب إذن. عن إذنك يا سيدي. مع السلامة يا ديك. طوال الطريق كان يحادثهما ويمازحهما إلى أن كسب ثقتهما على أنه رجل طيب ومستقيم. عند وصولهما بوابة القصر طلب منهما الانتظار ليدخل ويخبر الدوقة بوصولهما مع الأقمشة. لقد تأخر في العودة. هل تعبت؟ لا أنكر أني تعبت، فقد حملت الرزمة طوال الطريق وما زلت أحملها حتى الآن. هل تريد أن أحملها عنك؟ لا 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 لا، هذا عملي، عملي أنا وليس عملك. هو قد جاء. أعتذر عن تأخري أيها الصديقان. هل حدث شيء يا سيدي؟ لا 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 لا، لم يحدث شيء. كل ما في الأمر أن السيدة الدوقة في وقت استراحتها ولا تستطيع استقبال الغرباء. ومتى تنتهي استراحتها؟ لا أدري، ربما بعد ساعة أو ساعات. وما الذي تأمرنا به؟ ننتظر أم نأتي في وقت آخر؟ لا لا لا، السيدة الدوقة تريد أن ترى الأقمشة الآن، لذلك طلبت مني أن أحضرها إليها وأريها إياها. تريد أن تأخذ الرزمة إليها
وننتظرك هنا. ها؟ هذا ما قالته سيدة الدوقة، فإذا كنتما لا تثقان بي. لا 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 يا سيدي، لا لا. نحن نثق بك ثقة تامة. خذ 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 الرزمة للسيدة الدوقة وسننتظرك هنا. أعطيه الرزمة يا تشارلز. تفضل تفضل يا سيدي. هنا ثقيلة، أنت تعرف يا جيمي تردد النساء في مثل هذه الحالات، أنت أعلم. أعرف يا سيدي أعرف، فالزبونة تقلب كل ما عندنا من أقمشة ثم تعود بعد ساعة لتختار القطعة الأولى. أعرف يا سيدي أعرف. سأبذل جهدي في أن لا أتأخر. عن إذنكما. مضت ساعة وتبعتها ساعة أخرى، ولم يعد الرجل مما جعلهما يشعران بالملل والقلق. مضت ساعتها ولم يعد الرجل. ربما لم تتخذ الدوقة قرارها بعد. إنها مجرد قطعة قماش ولا تحتاج كل هذا الوقت. معك حق معك حق، إنها مجرد قطعة قماش، لكنها الدوقة. جيمي، أرى أن ندق على الباب. قد تغضب الدوقة لو فعلنا. لماذا تغضب؟ من حقنا أن نستفهم. أعتقد أنه من حقنا فعلا أن نستفهم. دق دق على الباب يا تشارلز، دق. لماذا تدق الباب هكذا؟ ألا تعرف قصر من هذا؟ إننا نعرف أيها السيد، فنحن... أنت ماذا؟ ها؟ أنت ماذا؟ سيد الحارس، نحن من متجر الأقمشة، وقد أحضرنا رزمة إلى السيدة الدوقة لتختار منها ما تريد. رزمة من الأقمشة للسيدة الدوقة؟ نعم نعم، رزمة من الأقمشة، ونحن ننتظر خبرا منها منذ أكثر من ساعتين. ومن أدخل الرزمة للسيدة الدوقة؟ ها؟ كاتبها السيد ديك. هل قلت السيد ديك؟ نعم نعم، فنحن نعرفه منذ أكثر من سنتين، وجاء إلى متجرنا كثيرا باسم السيدة الدوقة. ديك، هل عاد إلى العمل دون أن أعرف؟ هل قلت شيئا أيها السيد الحارس؟ لا لم أقل شيئا. انتظرا هنا، سأذهب إلى سيدة الدوقة وأخبرها بما قلتما. انتظرا. ذهب الحارس وأخبر خادمة الدوقة بأمر الرجلين والرزمة التي أحضراها وانتظارهما عند البوابة منذ أكثر من ساعتين. تقولين إن رجلين أحضروا رزمة أقمشة من متجر الأقمشة لأختار منها ما أريد؟ نعم يا سيدتي، هذا ما أخبرني به الحارس. وأين هي هذه الرزمة؟ يقولان إن السيد ديك أخذها منهما ليعرضها عليك. ديك، ألم يترك العمل في القصر منذ شهور؟ نعم يا سيدتي، لكن هذا ما سمعه الحارس من الرجلين، أن ديك أخذ منهما الرزمة ودخل بها إلى القصر. أحضري لي أحد الرجلين. ذهب الحارس إلى البوابة وطلب من أحدهما أن يدخل معه لمقابلة السيدة الدوقة، فأمر جيمي زميله أن ينتظر، ورافق الحارس
لمقابلة الدوقة. كأني رأيتك من قبل. نعم نعم يا سيدتي، فأنا مساعد صاحب محل الأقمشة. نعم نعم نعم، لقد تذكرتك. ما هي حكاية رسمة الأقمشة التي أبلغني عنها الحارس؟ سيدتي الدوقة، لقد جاء إلى متجرنا السيد ديك وقال إنك تنوين إقامة حفلة كبيرة وأنك بحاجة لقماش غال وثمين لخياطة ثوب مناسب للحفلة، فاختار سيدي عدة قطع فاخرة وغالية الثمن وطلب مني أن أوصلها لفخامتك. وأين هي هذه الرزمة؟ سيدتي، عندما وصلنا البوابة طلب منا السيد ديك الانتظار ليعلمك بوصولنا، إلا أنه رجع بعد قليل ليخبرنا أنك في ساعة استراحتك وأنك قد طلبت منه أن يحضر الرزمة إليك، فأخذها منا ودخل إلى القصر ولم يرجع، لذلك طرقنا الباب لنستفهم عن الأمر. هل رأيت ديك في القصر يا مارغريت؟ لا يا سيدتي لم أره. خادمتي لم تره، وكذلك الحارس لم يره، وأنا متأكدة أن أحدا في القصر لم يره. أتدري لماذا أيها الشاب؟ لا يا سيدتي لا أدري. لأنه ترك العمل في القصر منذ عدة أشهر. ماذا؟ ترك العمل في القصر؟ نعم أيها الشاب، لقد ترك العمل منذ عدة أشهر، ويبدو لي أنكم قد تعرضتم لخديعة. يا للسماء يا للسماء، خديعة! ماذا سيقول سيدي عندما يعلم بهذا؟ يا كم قيمة الأقمشة التي في الرزمة؟ أكثر من 200 جنيه يا سيدتي. إنه مبلغ كبير، لذلك أنصحكم بإبلاغ الشرطة على الفور. خرج جيمي من القصر وهو يجر قدميه جرا من وقع الصدمة، وأخذ يفكر كيف سيقوم بإبلاغ صاحب المتجر بهذه الخسارة. تريد أن تقول أن ديك الشاب الأنيق الوسيم والذي يعمل في قصر السيدة الدوقة لس؟ بكل أسف يا سيدي، فذلك الشاب الأنيق الوسيم والذي كان يعمل في قصر الدوقة لص ونصاب ومحتال. غريب هذا الأمر، فنحن نعرفه منذ أكثر من سنتين، فما الذي جعله يتحول إلى لص ونصاب ومحتال؟ ألن تقوم بإبلاغ الشرطة يا سيدي؟ سنبلغ الشرطة بالطبع، لكني أشك في أنها ستمسك به. لا أدري لا أدري ما أقول لك يا سيدي، فأنا أحس بالذنب لأني وثقت به وأعطيته الرزمة. لا 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 لا، لا تلوم نفسك يا جيمي، فأنت لم تخطئ وفعلت ما أوصيتك به، فاللوم يقع علي أنا وليس عليك. هيا 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 لنذهب إلى مركز الشرطة للتبليغ عن هذه السرقة. بعدك الرزمة بنصف ثمنها لتاجر مسروقات، وذهب وقد عمر جيبه بالمال لرؤية أصدقائه القدامى، أصدقاء السوء. كيف أنت يا ويليام؟ أهلا أهلا بك يا ديك، لم نراك منذ مدة. كنت أبحث عن عمل يا ويليام. هل تركت العمل لدى الدوقة؟ نعم لقد تركته منذ أشهر. أين الأوغاد الثلاثة؟ كأنك لا تعلم. ها؟ أعلم ماذا؟ إنهم في السجن. في السجن؟ نعم. لماذا؟ لأن الأغبياء أوقفوا رجلا في الطريق لسرقته،
ولم يكونوا يعرفون أنه شرطي، فأمسك بهم وهم الآن في السجن بانتظار المحاكمة. يا لهم من أغبياء، لم يجدوا إلا شرطيا ليسرقوا. إنهم أغبياء كما قلت. قل لي، هل وجدت عملا أم لا؟ لا لا، لم أجد عملا بعد. أنا بحاجة للمساعدة، فتعال واعمل معي. بعد أن كنت أعمل مساعدا محترما لدى الدوقة، تريد مني أن أعمل مساعدا لك؟ وماذا في ذلك؟ سأعطيك أجرا مناسبا. شكرا لك يا ويليام، لكني لا أبحث عن وظيفة، وإنما عن عمل. وما الفرق بين الاثنين؟ الوظيفة أن أعمل معك مساعد ساقي، أما العمل فهو ما يمليه علي ذكائي. تريد أن تعمل نصابا إذن؟ أنت ذكي مثلي، فلما لا نعمل معا؟ ها؟ لم تمضي 4 أسابيع حتى أنفق المبلغ الذي قبضه ثمنا للرزمة التي باعها لتاجر المسروقات، وكان عليه أن يبحث عن صيد جديد. كان يتجول في شوارع لندن بحثا عن فريسة يتلاعب بها، عندما ساقته قدماه دون أن يدري للمرور من أمام منزل صاحب متجر الأقمشة، والذي كان يودع زوجته عند الباب عندما رآه يمر به. يا السماء، إنه هو. من تاني؟ النصاب الذي سرقني، سألحق به قبل. لا 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 تفعل، قد يؤذيه. اتركيني يا امرأة. لا لن اتركيني قبل أن يهرب. لا لن أتركك. روبرت، روبرت. سيدتي، تعال بسرعة لمساعدة سيدك. تعال. ماذا يا سيدتي، ما الأمر؟ أترى ذلك الرجل؟ نعم نعم نعم، إني أراه يا سيدي. الحق به وامسكه ولا تدعه يهرب. اركض يا روبرت، اركض. بأمرك يا سيدي، حالا حالا، بأمرك يا سيدي. كان الخادم خفيف الحركة، فسرعان ما أمسك بالرجل ولحق به التاجر وهو يصيح بالخادم، مما لفت نظر المارة في الشارع. اتركني يا روبرت، لقد أمسكت بك أيها النصاب. ماذا تفعل يا رجل؟ الآن تناديني بالرجل أيها النصاب، هل نسيت من أنا؟ ما أتى جنيه أيها النصاب؟ ما أتى جنيه قيمة البضاعة التي سرقتها مني؟ هيا هيا أعدها إلي، وإلا ناديت الشرطة. يا لحظ التعس، قلبي بين كل شوارع لندن لم أختر إلا هذا الشارع لأمشي فيه. ماذا قلت؟ هل ستدفع لي 200 جنيه أم أنادي الشرطة؟ يا شرطة، يا شرطة. أرجوك يا سيدي، أرجوك. لماذا يتحركان؟ إنه نصاب أيها الناس. أرجوك يا سيدي، ألا يوجد شرطي هنا؟ لماذا؟ دعني وشأني. نعم نعم، نادوا شرطيا قبل أن يهرب هذا المجرم. اتركني. إلهي، غريب غريب، شارع مثل هذا ولا يوجد فيه شرطي واحد. ما بكم أيها الناس؟ يلا أحدكم ويأتي بشرطة. تعال إلى هنا، لن يفعلوا شيء. أخفض صوتك أرجوك، لا تفضحني بين الناس، فأنا رجل محترم. كنت محترما عندما كنت تعمل لدى السيدة الدوقة، أما الآن فأنت نصاب ومحتال. هل ستعيد لي أموالي أم؟ أرجوك يا سيدي، قدر موقفي. أنا لم أخدعك إلا لأني كنت مضطرا، لم أكن أملك ثمن عشائي، تصور.
كان باستطاعتك أن تطلب مني المساعدة، أما أن تسرقني فلا. هل ستعيد المئتي جنيه أم؟ أعرف هذه العربة، إنها عربة أسقف لندن. هل أستغيث به لينقذني من هذا الرجل أم؟ هي للسماء، إنها فكرة هائلة ستنقذني لا محالة. هل بدأت تكلم نفسك أيها اللص النصاب؟ أرجوك أرجوك، أنا لا أنكر أني أخطأت في حقك لحاجة الماسة للمال، لكنك لا تريد أن تفضحني أمام عمي. ومن هو عمك؟ أسقف لندن، وتلك عربته التي تقترب منا. عمك هو أسقف لندن؟ نعم، عمي هو أسقف لندن، وهو رجل محترم كما تعلم، ولن يرضى أن يدخل ابن أخيه السجن بتهمة كهذه. لم أفهم ما تقصده. لقد اقتربت الحربة، دعني أذهب إليه وأكلمه وأنا متأكد من أنه سيساعدني ويعوضك عن الخسارة التي سببتها لك. هل أنت متأكد من أنه سيعوضني عن خسارتي؟ بالطبع سيفعل، دعني أذهب إليه وأكلمه قبل أن تتجاوزنا العربة. حسنا حسنا، موافق، لنذهب إليه. على أن تتركني أقترب منه وحدي لأخبره برفق عن الورطة التي أنا فيها وأطلب منه المساعدة. لا بأس لا بأس، لكني سأكون على بعد خطوات منك حتى لا تهرب. ها؟ أنا أهرب. هيا هيا اذهب واعترض طريق العربة. قف أيها السائق قف. ما بك أيها الرجل؟ لماذا تعترض طريقي؟ ماذا تريد؟ أرجوك أيها السيد، أريد أن أكلم صاحب السعادة الأسقف في أمر هام وعاجل حول مسألة دينية. باستطاعتك الذهاب إلى الكنيسة ومقابلة الكاهن، لأن سيدي. أرجوك أرجوك، لن أخذ من وقته الكثير، أرجوك. ماذا حدث أيها السائق؟ أوقفني رجل يا سيدي، يقول إنه يريد أن يستشيرك في مسألة دينية. أوليس هذا هو عملنا أيها السائق؟ دعه يقترب. لقد وافق سيدي الأسقف، اقترب وكلمه من النافذة. هل سمعت؟ من النافذة. حسنا لا حسنا. تحاول أن تفتح الباب. شكرا لك أيها السائق الطيب. سيد الأسقف، أعتذر لقداستك لوقاحتي وتصرفي الأرعن باعتراضك في الطريق، وأرجو أن تعفو عني وتسامحني. لا بأس عليك يا ولدي. نعم، قل ماذا تريد؟ الأمر لا يتعلق بي يا صاحب القداسة، وإنما بصديق الذي يقف هناك. انظر إليه هناك. إني أراه. ماذا؟ سيدي، إنه صديقي تاجر أقمشة، وشخصية معروفة ومرموقة، وبيته قريب من هنا، كما وأنه رجل متدين. هذا أمر جيد، ما هي مشكلته؟ مشكلته يا سيدي أنه مغرم بالكتب ويقرأ كثيرا، خصوصا الكتب الجدلية المنتشرة هذه الأيام، وفيها ما لم يسعها عقله، فأثارت في نفسه بعض الشكوك. سامحني يا رب. معك حق يا ولدي، معك حق، فهذه الكتب مصيبة. نعم، علينا أن نواجهها بكل حزم. هذا ما قلته له يا سيدي، نصحته أن يتوقف عن مطالعتها، لكنه لم يستمع لنصيحتي، لذلك هو قلق دائما وضميره يؤرقه بحثا عن الحقيقة. إنها مشكلة بالفعل. وهذا ما قلته أنا أيضا يا صاحب القداسة، لذلك عندما رأيت العربة قلت في نفسي، لو أن قداستك تتلطف وتكلمه قبل أن يزداد إحباطه ويصل إلى حالة اليأس، والتي ربما تقوده إلى أفعال خاطئة. هون نعم. عليك يا ولدي، هون عليك. سأكلمه وأخرجه من الحالة التي هو فيها. نعم نعم،
احضره غدا صباحا الى منزلي وسيكون بخير. باركك الرب يا صاحب القداسة، هل ادعوه لتقول له هذا بنفسك ليرتاح، ليرتاح قلبه ويطمئن باله؟ لا بأس، لا بأس، ليأتي. حسنا حسنا حسنا، تعال معي لتسمع من عم الأسقف ما يريحك ويطمئنك. هل سيرتاح فعلا ويطمئن لما سيسمعه من الأسقف؟ هذا هو يا صاحب القداسة، هذا هو سيدي الأسقف. لقد أخبرني هذا الشاب بحكايتك بالتفصيل، فتعال إلى منزلي غدا وسوف تخرج منه راضيا. أشكرك يا صاحب القداسة، اسمح لي بتقبيل يدك لتحل علي البركة. ابتعدت العربة، واستأذن ديك آدمز من التاجر على أن يلتقيا صباح الغد ليذهبا معا إلى منزل الأسقف. هل اطمأن بالك الآن؟ سامحني سامحني، فأنا لم أكن أعرف أنك ابن أخي الأسقف. ها أنت قد عرفت، عن إذن. لا لا لا، لن أسمح لك بالذهاب حتى تسامحني على إساءتي التي لم أكن أقصدها. لا بأس، لا بأس عليك، فأنا أسامحك. إن بيتي قريب من هنا، فتعال لي أقدم لك طعاما و... لا داعي، لا داعي لهذا، فأنا تعرف أنا. إذن فأنت تكذب علي ولم تسامحني. حسنا، سأثبت لك أني سامحتك بتناول الطعام في منزلك. هل يوجد في منزلك طعام كثير؟ أجل أجل، تعال معي بسرعة. استغربت الزوجة رؤية زوجها يأتي بالرجل إلى منزلها متأبطا ذراعه كأنهما صديقان. أليس هذا هو النصاب الذي خدعك وسرق منك 200 جنيه؟ إنه هو. فلماذا أحضرته إلى المنزل إذن متأبطا ذراعه؟ لأني لم أكن أعلم أنه ابن أخي الأسقف. أي أسقف؟ أسقف لندن يا امرأة، أسقف لندن. يا للسماء، ابن أخي أسقف لندن، نصاب ومحتال. لقد تعهد الأسقف بأن يعيد لي ثمن ما سرقه مني، وسأذهب غدا إلى منزله لاستلام المبلغ. وماذا لو خدع مرة ثانية؟ إن كان هو سيخدعني فلن يخدعني الأسقف، وقد دعوته لتناول الطعام إكراما لعمه. هيا هيا بسرعة، أعدي لنا شيئا نأكله، فالرجل بالانتظار. في اليوم التالي كان التاجر يجهز الفاتورة التي سيقدمها للأسقف
عند ذهابه إليه. جيمي سيدي، أعد النظر في الفاتورة لتتأكد من أني لم أنسى شيئا، تفضل. حسنا، إنها كاملة يا سيدي. جميل، جميل جدا. هل أنت متأكد من أن الأسقف سيدفع لك كامل المبلغ يا سيدي؟ إنه ابن أخيه يا جيمي، ستكون فضيحة لو دخل ابن أخيه السجن، لذلك أنا متأكد من أنه سيدفع المبلغ بالكامل. سيدي أريد أن يدفع هذا النصاب تعويضا لي عن تعبي وتعب تشارلز بحمل الرزمة ووقوفنا أمام القصر لأكثر من ساعتين. لا بأس عليكما، سأعوضكما أنا عندما أقبض المبلغ من الأسقف. سيدي سيدي، لقد جاء النصاب. لا تقل عنه نصابا من أجل خاطر عمه الأسقف. صباح الخير أيها السادة. صباح النور. هل أنت جاهز للذهاب إلى منزل عم الأسقف يا سيدي؟ يا لك من نصاب حقير. لم أتوقع أن تأتي في هذا الوقت المبكر. أنا رجل محترم وعند كلمتي. منذ متى؟ قمت مبكرا وارتديت ثيابي على عجل حتى لا تسيء الظن بي. ما هذه الورقة التي بيدك؟ إنها الفاتورة التي سأقدمها لعمك الأسقف. جيد جيد، تأكد أنك ستخرج راضيا من منزل عم الأسقف. هذا ما قاله لي، أني سأخرج راضيا من منزله. هيا بنا إذن لنلحق المعدية، فهو يقيم على الجانب الآخر من النهر. نعم نعم، أعرف أعرف. هيا بنا إذن. يا للسماء، لم أتوقع هذا. ماذا حدث؟ قلت لك إني ارتديت ثيابي على عجل فلم أتأكد ممن في جيوبي. وما الذي نسيته؟ حافظة نقودي. لقد نسيت حافظة نقودي كالعادة. أقرضني جنيها. ماذا؟ ما بك تفاجأ؟ جني؟ لم أقل مئة، جني. أقرضني جنيها وأضفه إلى الفاتورة. حسنا حسنا، خذ هذا جني. لقد مسحت. نعم جني. انتظر لأسجل الجني. جني ديك. هيا بنا. بهذا أصبحت قيمة الفاتورة 203 جنيهات. هيا هيا بسرعة لنذهب. ركبا المعدية إلى بيت الأسقف، حيث وصلاه في حوالي الساعة 10 صباحا، حيث استقبلهما الحارس بترحاب. أهلا بكما أيها السيدان. نحن على موعد مع سيد الأسقف. نعم، لقد أخبرنا قداسته بحضوركما. تفضلا معي لو سمحتما. تفضلا تفضلا. الطقس بارد في الخارج وهما بحاجة لشراب ساخن. على الفور يا سيدي. تفضلا بالجلوس. إلى أن يفرغ لكما صاحب القداسة. المشكلة يا سيدي المساعد هي لا توجد مشكلة على الإطلاق، فهذه مهمتنا. انتظرا قليلا لأبلغ قداسته بوصولكما. عن إذنكما. الشراب الساخن أيها السادة. شكرا لك شكرا لك. هل رأيت كيف اهتم عمي بأمرك وأعطى أمرا لجميع من في المنزل لاستقبالك باحترام؟ إنه رجل طيب ولا تستحق أن تكون ابن أخيه. أخفض صوتك ولا تفضحنا. سأخفض صوتي ليس من أجلك، وإنما من أجل عمك الأسقف. من منكما يريد مقابلة صاحب القداسة؟ هو يا سيدي هو. تفضل معي. انتظرني إلى أن أعود. وإلى أين سأذهب؟ اجلس هنا واحتسي القهوة. أم أنه سيجد وسيلة للهرب قبل انكشاف الخدعة؟
إن غابا عن نظره حتى نهض من مكانه وخرج إلى الحديقة بحجة استنشاق بعض الهواء. تجول في الحديقة لبعض الوقت، وعندما تأكد أن أحدا لا يراه تسلل منها وأسرع إلى المعدية التي كانت على وشك التحرك، وركبها في طريقه إلى لندن. أهلا بك يا ولدي، تفضل تفضل اجلس من فضلك. شكرا لك يا صاحب القداسة. لقد أخبرني صاحبك بالأمس أنك إلى حد ما مشوش الفكر، فكيف أنت اليوم؟ لا أنكر أني كنت كذلك يا صاحب القداسة إلى أن قابلتك وسمعت كلماتك الرقيقة. شكرا للرب. قل لي، ما هي مشكلتك؟ هذه الفاتورة يا صاحب القداسة. فاتورة 25 ياردة من الديباج، 20 ياردة من النسيج الدمشقي المطرز. ما هذا يا ولدي؟ النسيج الدمشقي يا صاحب القداسة من أفخر أنواع النسيج في العالم، مطرز بخيوط الذهب والفضة و... أنا لا أسألك عن النسيج يا ولدي، وإنما أسألك عن هذه الورقة. إنها فاتورة بقطع الأقمشة يا صاحب القداسة. يا ولدي، لقد أخبرني صاحبك بالأمس أن عقلك مشوش وضميرك غير مرتاح، وإني أتساءل ما علاقة هذه بفاتورة تحضرها إلي ولا أعرف عنها شيئا. يا صاحب القداسة، قلت لي بالأمس أن لا أقلق وإنك سترضيني اليوم. وأنا عند كلمتي، حيث أخبرني صاحبك أن لديك بعض الاستفسارات الدينية بسبب الكتب الجدلية التي تكثر من قراءتها. أنا أقرأ كتبا جدلية؟ هذا ما قاله صاحبك، وأن الشكوك قد ثارت في رأسك إلى حد الإحباط. عفوك يا صاحب القداسة، فابن أخيك قال لي إنك ستدفع قيمة الفاتورة مقابل عدم تسليمه للشرطة. إنه ليس ابن أخي، ولم أراه في حياتي قبل يوم أمس. يا للسماء، لقد كذب عليك وخدعني مرتين. ماذا تعني؟ عفوك يا صاحب القداسة، لقد خدعني عندما سرق مني رزمة الأقمشة الثمينة، وخدعني مرة ثانية صباح اليوم عندما أغرضته جنيها وطلب مني إضافته للفاتورة. جنيها واحدا؟ بأمرك يا صاحب القداسة. ادع للرجل الذي ينتظر في الخارج. لقد ذهب يا صاحب القداسة. إلى أين ذهب؟ قال لي إنه سيخرج إلى الحديقة لاستنشاق بعض الهواء، لكنه اختفى ولم يرجع. يا له من شاب جريء. رجع التاجر إلى منزله وهو يضحك من نفسه، ولا يدري كيف سيخبر زوجته التي تخوفت بالأمس من مكيدة ثانية يوقعه بها. هل استلمت نقودك من الأسقف؟ لقد استقبلنا الأسقف استقبالا طيبا، أهل المنزل جميعا كانوا على علم بحضورنا. هل استلمت نقودك أم لا؟ هل تعلمين أن الأسقف يملك روحا مرحة ويضحك عندما يسمع طرفة جيدة؟ يبدو أن الأسقف قد خدعك كما خدعك ابن أخيه.
لم يكن ابن أخيه. إن لم يكن ابن أخيه فمن هو؟ نصاب محتال خدع الأسقف كما خدعني واحتال عليه كما احتال عليه. لكن أتدرين ما الذي يؤلمني أكثر من خسارة 200 جنيه؟ ماذا؟ الجنيه الذي أخذه مني هذا الصباح. بعد أن أخبر التاجر زوجته بما حدث وكيف أن الرجل قد أخذ منه جنيها إضافيا، لم تملك نفسها من الضحك مبدية إعجابها بجرأة هذا الشاب وشجاعته. بعد نجاح خدعته اختبأ لبضعة أيام، لكن كان عليه أن يخرج من مخبئه بحثا عن المال. ذهب إلى الحانة حيث أخبره الساقي أن الرجلين بانتظاره، وعندما تأكد أنهما ليس من الشرطة ذهب إليهما وجلس على طاولتهما. سمعت أنكما تبحثان عني. أنا اسمي تشارلي وهذا زميلي هنري. حسنا، أنتما تشارلي وهنري، ماذا تريدان مني؟ لقد سمعنا بما فعلته بتاجر الأقمشة والأسقف، كانت حيلة بارعة. ها؟ من أين سمعتماها؟ لندن كلها تتحدث عما فعلته، الشرطة تبحث عنك في كل مكان. ما زلت أسأل، لما تبحثان عني؟ وما الذي تريدانه مني؟ أنت ذكي وشجاع، ونحن بحاجة لرجل مثلك. من أنتم؟ نحن 5 من قطاع الطرق ولا قائد لنا، ونريد منك أن تكون أنت القائد. لكني لا أعرف شيئا عن قطع الطرق. قطع الطرق يحتاج شجاعة وذكاء، وأنت شجاع وذكي. كيف عرفتما أني شجاع وذكي؟ خداعك لتاجر الأقمشة وجرأتك في الادعاء بأنك ابن أخي الأسقف. قطع الطرق يحتاج لأسلحة، وأنا لا أعرف كيف أستعملها. نحن نعرف وسنعلمك. أن هل قتلتم أحدا من قبل؟ لا 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 لا، لم نقتل أحدا حتى الآن. قطع الطرق لم يخطر ببالي من قبل، لذلك أحتاج وقتا للتفكير، لكن بشرط. وما هو؟ إذا وافقت على أن أكون معكم فلن تؤذوا أحدا. نوافق. نوافق على كل ما تأمرنا به. حسنا، ارجعا بعد يومين وسأخبركما بقراري. اذهبا الآن. هل تعرفهما يا ويليام؟ ومن لا يعرفهما، إنهما من أغبى قطاع الطرق في البلاد. ها؟ هذه علامة سيئة. والأسوأ إن وافقت على ما عرضاه عليك. وكيف عرضت ما عرضاه عليها؟ كيف؟ ألم أقول لك إنهما من أغبى قطاع الطرق في البلاد؟ بدأت الحرب الأهلية الإنجليزية عام 1642، وانتهت عام 1649، لتبدأ بعدها حروب كرومويل التي دامت إلى وفاته عام 1658. بعد وفاة كرومويل بدأت حرب الملك تشارلز الثاني لاستعادة الملكية، ثم الثورة المجيدة
التي أطاحت بالملك جيمس الثاني، وتابعتها حروب الملك ويليام الثالث، ومن بعده حروب الملكة آن التي انتهت بمعاهدة أوترخت 1713. في هذه الفترة المضطربة من التاريخ الإنجليزي، مع إهمال المزارع وإغلاق المصانع وانتشار البطالة وارتخاء القبضة الأمنية، نشط قطاع الطرق في مناطق مختلفة من البلاد. حسناً، ها نحن الآن في الطريق، ماذا سنفعل؟ سنكمن هنا بانتظار المسافرين في العربات أو على الخيول، نوقفهم ونأخذ ما معهم ثم نطلق سراحهم. ماذا لو كانت العربات تحت الحراسة؟ لا توجد حراسة إلا على بعض العربات التي تقل الأثرياء وأصحاب المناصب، أما بقية الناس فيسافرون دون حراسة. ديك تشارلي، هدي تشارلي. ماذا يا هيري؟ ماذا؟ أرى راكبا قادما باتجاهنا. هيا هيا اختبئوا، اختبئوا على جانبي الطريق إلى أن يصل إلينا، اختبئوا لنخرج إليه. اخرجوا اخرجوا. من أنتم وماذا تريدون؟ نريد نقودك أو حياتك. أرجوكم أرجوكم، أنا رجل فقير لا أحمل أي نقود. الرجل الفقير لا يرتدي معطفا ثمينا كالذي ترتدي. انزل 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 من حفاظك. هيا هيا أرجوكم أتوسل إليكم. اسكت اسكت، فتشوا. هيا ديك ديك، خذ ساعة ذهبية ومحفظة ثمينة. أرني ما هذا. ما دعني. مئة جنيه فقط. أرجوك يا سيدي قاطع الطريق، هذا المال هو كل ما أملك، لي عائلة أنفق عليها. انتظر لأبكي. أنت رجل تبدو عليك علامات الثراء، أنا وتستطيع أن تتدبر أمر نفسك، أما نحن فقراء لا نملك شيئا. هيا اركب حصانك واذهب. سيدي قاطع الطريق أرجوك أعطني ولو اذهب اذهب قبل أن أغير رأيي. اركب حصانك ولا تسرع، هل فهمت؟ لا تسرع. هيا. حسنا كما تأمر يا سيدي قاطع الطريق، كما تأمر. لم أتوقع أن قطع الطريق بهذه السهولة. لو كانت عربة لكانت الغنيمة أكبر. نعم نعم، لكن هذا الرجل يرتدي معطفا جديدا ومعطفي قديم مهترئ، سأخذه منه. الحق به إذن قبل أن يبتعد. هيا. هاي أنت الرجل الفقير. لم يتبقى معي شيء تسرقه، فماذا تريد مني؟ اخلع معطفك. ولماذا اخلع معطفي؟ لانه اعجبني. هيا اخلع. لكني ساموت من البرد. لن تموت من البرد اذا ارتديت معطفي هذا. هيا خذ. حسن. نعم اذهب بسرعة ولا تنظر خلفك، اذهب بسرعة. ساعد. واحد. اثنان. حسن. ثلاثة. أربعة. بعد أن ابتعد مسافة كافية عن اللصوص، وقف المسافر ليلتقط أنفاسه وهو يسب ويلعن. عليه اللعنة، أخذ معطفي الجديد وأعطاني معطفه النتن. ما هذا الصوت؟ هل يضع فأرا في جيبه؟ ما هذا؟ ساعتي ومحفظتي؟ لا أصدق لا أصدق، لقد نسيها الأحمق في جيب معطفه.
عندما اكتشف ديك آدمز ما حدث غضب وأخذ يسب ويلعن، إلا أن أصحابه هونوا عليه الأمر وطلبوا منه العودة إلى الطريق لتعويض الخسارة. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، أرى عربة قادمة. لقد جاء بها سوء الحظ، لن أترك من فيها بسلام. هون عليك. لا 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 لا، هون عليك، فالأخطاء تحدث. ما حدث لم يكن خطأ يا تشارلي، وإنما غباء. كيف لم أفرغ جيوبي قبل أن أعطيه المعطف؟ انتبهوا انتبهوا، لقد اقتربت العربة اقتربت. هيا هيا اختبئوا اختبئوا. قف أيها السائق، قف وإلا أطلقت النار. ماذا تريدون أيها السادة؟ يا لك من أحمق، يوقفك قطاع طرق وتسألهم ماذا يريدون؟ أيها السادة، ركاب عربتي جميعهم من النساء. هذا خبر طيب، انزل أعطني أعطني، انزل وافتح الباب. انزل. لماذا توقفت أيها السائق؟ إنهم قطاع الطرق يا سيدتي البارونة. وما الذي يريدونه منا؟ افتح الباب أيها السائق، هيا هيا. سيقتلوننا يا سيدتي البارونة. اهدأنا من فضلكم، اهدأنا. ماذا تريد يا سيدي؟ لا أريد شيئا سوى ما تحملن من نقود وتتحلين به من جواهر وحلي. يا إلهي، لا 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 لا. سيدة البارونة، أرجوك أطلبي من زميلاتك أن يسلمن ما معهن من نقود وحلي. سيدي سيدي، نحن في طريقنا لحضور حفلة في قصر الدوق في روشستر. عظيم. والذي سيرسل رجاله للقبض عليكم إن لم تتركونا نتابع طريقنا في سلام. سيدتي سيدتي، إن لم تفعلي ما قلته لك سوف أمر رجالي بتفتيشكن، وأنت تعلمين ما يعني هذا. لن تجروا أيها الوقت. حسنا إذا. أيها الأصدقاء. لا 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 معي خذ 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 ما معي خذ. حسنا سنعطيك ما معنا، لكن أعدك بأن لا تعدي بما لا تستطيعين الوفاء به يا سيدتي. المحافظ والحلي، هيا لو سمحت أعطوهما طلب. عليك اللعنة. أشكرك يا سيدة البارونة. أيها السائق. سيدي. قد العربة حتى لا تتأخر السيدات النبيلات عن حفلة سعادة الدوق وأبلغه تحياتي. حالا يا سيدي. كانت حصيلة جيدة عوضت الخسارة التي تعرض لها بغبائه وقلة خبرته، لكنه مع هذا بقي حانقا على نفسه وشعر أن عليه استعادة كرامته بين زملائه. خرج إلى الطريق وحده فصادف أحد المسافرين وأوقفه وأخذ ما معه وتركه يتابع سيره، حيث قابل في طريقه أحد رجال الشرطة وأخبره بما حدث، وهمز الشرطي حصانه ليلحق به قبل أن يبتعد. كمن ديك في مكانه بانتظار مسافر آخر عندما رأى الشرطي يقترب من بعيد، فاختبأ خلف صخرة على جانب الطريق. وحدك وأنك محاصر، سلم نفسك. لو سلمت نفسي إليه
فهذا يعني المشنقة. لا لا لن أستسلم. ظلم نفسك. بعد أن نفدت ذخيرته وأصيب إصابة طفيفة في ساقه، أمسكا به وقاداه إلى مركز الشرطة. عندما سأله المحقق عن السبب الذي دعاه لامتهان قطع الطريق أجاب: أصدقاء السوء يا سيدي، أصدقاء السوء الذين حاولوا إغرائي بسرقة المرأة التي وثقت بي وأدخلتني قصرها ووفرت لي حياة كريمة. لم تطاوعني نفسي على هذا الفعل، فهربت قبل أن أضعف وأفعلها. بعد أن تركتها أغلقت الأبواب في وجهي إلى أن حدث ما حدث. سيدي، أعترف أني أخطأت وأستحق العقاب الذي ستوقعه علي المحكمة. حكمت عليه المحكمة بالإعدام، ونفذ فيه الحكم في شهر مارس عام 1713، نفس السنة التي انتهت فيها حروب الملكة آن في أوروبا، إلى وفاتها في السنة التالية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات يوسف عساف ويوسف الحشاش.